أنا يمكن أثناء الكلام قلت إن إحنا مهتمين قوي بإن إحنا يمكن في الأول، أنا قلت الكلام ده السنة اللي فاتت وبكرره، أنا في النهاية أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي الهدف الأكبر هو إن أنا الصناعة اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري. وبالمناسبة لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي، أقول لك طب مستلزمات الإنتاج اللي فيهم كام بالدولار؟ لأنك أنت لو النهاردة قلت لي أنا مستلزمات الإنتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال، يبقى العائد اللي تحقق بالنسبة لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار. أنا بتكلم لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار، يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعمل داخل مصر، وده اللي ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده أمر في منتهى الأهمية. إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى إن ألبي طلبات السوق المصري من كل شيء، مش بس في الصناعة، من كل المنتجات وكل المطالب، ثم إن أنا يكون المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر. مثال، إحنا مثلا عندنا صناعة السيارات من زمان قوي، من سنين طويلة فاتت، من الستينات يمكن وقبل كده. طب المكون المحلي فيهم قد إيه؟ تجد إن كل يعني المصنعين يقول لك أنا هعمل 45% 50%. أقول له طب ال 50% دول إيه؟ ألاقي الشركة دي زي الشركة دي زي الشركة دي بتعمل نفس النوع. طب أنت ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% آخرين من شركة تانية. يتكاملوا يعني إيه؟ يعني مش كلكم زي بعض بتعملوا مثلا الإكسسوارات بتاعة السيارات أو التنجيد بتاعها أو الصاج بتاعها، لا حاجات أخرى تخش في صناعة السيارات. الكلام ده بينطبق على حاجات كتير. لو احنا قدرنا النهاردة وجينا، ودي دور اتحاد الصناعات وأيضا وزارة التجارة والصناعة، ان انا اقول له تعالى انت النهاردة بتقول لي انا هعمل 45%، طيب والتاني هيعمل 50% والتالت 50%، بس هي حاجة واحدة، الأربعين دول هم الأربعين دول هم الأربعين دول، طب والباقي ده مهم أوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا إزاي نعمله. واللي أنا قلته في كل الصناعات إن أنا مستعد أخش أعمل المنشآت المدنية مهما كانت تكلفتها، عشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات اللي بيجيبوها عشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللي احنا بنتكلم فيه ده.